كابتن ماهر همام، ولكن خلينا نروح لزميلنا كريم احمد. يبدو ان هناك جديد في استاد الجونه ومباراه النادي الجونه والنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. كابتن اسلام، بجد تحيه لك من جديد. الحقيقه يمكن طبعا من خلال معلوماتنا هنا من نادي الاتحاد الجونه عرفنا امكانيات طيبه جدا هيتعمل ممر شرفي للاعبي المنتخب الاولمبي سواء للنادي الاهلي او للنادي الجونه. يمكن احنا عارفين ان في عدد من لاعبي الجونه خارج الطيب، احمد ياسر ايام متواجد، الجزار متواجد، اكرم توفيق ايضا كمان متواجد، ومن النادي الاهلي اللاعب الوحيد اللي كان في المنتخب الاولمبي هو رمضان صبحي. لفه رائعه جدا طبعا هيكون في ممر شرفي قبل النزول الى ارضيه الملعب. يمكن حاجه لمسه طيبه للاداء والرجوله والفرحه الكبيره جدا اللي قدروا ان هم يسعدوا بيها الشعب المصري بالكامل. بنحيي طبعا النادي الجونه على هذه اللفه، وان شاء الله باذن الله يا كابتن اسلام كل تمنياتنا مع النادي الاهلي في هذه المباراه. لحظات خلاص اللعيبه انهت التدخين بالكامل وعلى الغرف دلوقتي مباشره، اللمسات الاخيره قبل النزول الى ارض الملعب. موفقين ان شاء الله ويكون المكسب من نصيبنا يا كابتن اسلام. الباب مفتوح ولا مقفول؟ طيب الباب متوارب يا كابتن اسلام لغايه دلوقتي، يعني ان شاء الله باذن الله. طيب انا بشكرك، شكرا جزيلا يا كريم زميلنا.